ملف عاوزك تكون معايا فيه صريح واقول لك ايه. زي كابتن مدحت شباب بيقول، قول والله العظيم اقول الحق. والله العظيم اقول الحق. موضوع العربي الكويتي ماله؟ كنت رايح فري ولا بعد ما كنت فري في عرفت ان في فلوس حد خدها 50,000 دولار وكده؟ لا لا لا، مفيش الكلام ده، لا خالص خالص والله بجد خالص. ايه الموضوع بقى؟ الموضوع اللي انا كنت رايح نادي الاتحاد بالظبط كده، فانا كنت اتفقت مع نادي الاتحاد وخلاص. وانت في الزمالك ماشي من الزمالك رايح الاتحاد السكندري؟ اه كنت، كان باين رئيس النادي دكتور مشالي، دكتور محمود مشالي. اه فقعدت معاه وخلاص وخلصت كل حاجه. واتفقنا على كل حاجه وخلاص. لقيت واحد من وكيل لعيبه رايح واخد جزء من فلوسي بيوديها لنادي الزمالك. اللي هو مين؟ واحد وكيل. أيه. فانا يعني ايه، احنا اتفقنا ما ينفعش ان انت تيجي تاخد حاجه مننا وتدي، انت تدفعه كذا وانا هاخد كذا. فلقيتهم واخدين من فلوس انا. فطبعا انا اتضايقت، مش موضوع ان الفلوس خالص والله يا كابتن، بس موضوع ان انت قلت لي حاجه فما ينفعش انت ترجع فيها. فانا بقول لك بمنتهى الصراحه، وانا داخل النادي قلت له لا انا مش موافق انا على القصه ديت، انت كده ما احترمتنيش. كنت تقول لي الاول حقك. كنت تقول لي الاول وانا وافق او ما وافقش، ده حاجه ترجع لنا. فلقيت اصلا كان عندي عرض العربي كوتون، كنت ماجله خالص، ما كنتش عايز ان انا مش همشي. كان مين وكيلك فيه يا كابتن؟ لا كان حد بره جابه لي، واحد من مصر؟ لا واحد من بره جابه لي. فطبعا انا دخلت الوكلاء الناس اللي كانوا معايا يعني يبقوا معايا. خلصت مع رفضت تروح الاتحاد بسبب الموقف ده؟ اه الموقف ده ضايقني. طيب انت مشيت من الزمالك ببلاش ولا لا بفلوس مقابل مادي؟ كام؟ كان 400,000 متنازل عن مستحقاتي. اه كنت نازل عن مستحقاتي. ده كان قبل تحرير الدولار؟ لا انا ما اعرفش قصه بقى الدولار بمصري بقى، ما اعرفش. 50,000 دولار يعني؟ لا ما يكون ما يكملوش. وقتها كان الدولار ب 8؟ لا كان اكتر والله. لا كان الدولار ب 17 18 كده يعني. اه لا وكابتن عبد الناصر فتح الموضوع ده وانا اتكلمت قلت لا ما فيش، ما حصلش كده. لا انا مش انت دفعت 400,000 جنيه لمين؟ للناس.